انطلاقة هذا الشوط. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء على بركة الله تعالى، إذا تدافعت هذه الشعارات وتناثرت على أرضية هذا الميدان، ميدان العرفة، لنتعرف وإياكم على مجريات هذا الشوط هنا والصراع والنزاع لانتزاع الناموس. أول الأسماء وأول المنطلقات هنالك هملولة مع حمد بن راشد بن محمد المري على مقدمة هذا الشوط ومقدمة هذا التحدي، بينما ثاني الأسماء والوصول في هذه اللحظات وصلت عاصفة الحزم عبد المجيد بن جزء الجني، وكذلك التسلل والاقتحام من شعار الدعبة يصل صالح بن محمد الدعبة المري مع الشاهينية، ينطلق في هذه اللحظات ثالث أو رابع المراكز والتحدي. وصل نواف بن محمد العطوي يصل مع الجذابة، وخامس الأسماء يصل شعار الشامري يقدم لنا الشاهينية محمد بن محسن العجمية. نعود مع الصدارة ومع الزقيبة، من ينطلق في هذه اللحظات يندفع بهذا التحدي وبهذا الأداء، يطلق لنا تحديات هملولة حمد بن راشد بن محمد الزقيبة، من ينطلق مع هذا التحدي والإثارة. تنفرد رويدة الرويدة عن بقية المشاركين لتعلن مدى قوة وتحديات هذا الشعار، ولكن حذارية الزقيبة وصل عتيق بن فاران المرية وصل مع هذا التحدي، فاران بن عتيق بن قريع مع بشاير بدأت تبشر بالخير هنا مع بن عتيق، ولكن لازال الزقيبة حتى الأمتار الأخيرة صامت صمود الجبال السود مع هملولة. تهانينا وألف مبروك على انتزاع هملولة لناموس هذا الشوط وهذا التحدي، تهانينا وألف مبروك لمالك هملولة وتحديات هملولة. فكان حمد بن راشد بن محمد المري ثاني التحديات، فكان فاران بن عتيق بن قريع مع بشار ثالث الأسماء، فكان الوصول من حمد بن سالم بن حويل رابع المراكز. لا ثالث المراكز منو؟ ثالث المراكز فكان شعار مانع بن محمد بن علي الوهيبي مع سرابه رابع المراكز، حمد بن محمد الدعبه خامس التحديات. ركن لجنه الخط والتحكيم، تهانينا لمالكي هملوله من انتزعت ناموس هذا الشوط حمد بن راشد بن محمد المري. التوقيت دقيقتين 13 ثانيه 88 جزء من الثانيه، تهانينا والف مبروك.